راح اخليك تخرج سيد وارجع اخذ كلام سيد مهدي، لكن هاليوم نتحدث بكل يعني مصداقيه مع المواطن. هاليوم خلي احكيها بالعاميه، المواطن اصبح مفتح باللبن، والله العظيم اذا ما نحكي شيء حقيقي يقول لك هذول قاعدين ينظرون براسنا، صح لو لا؟ اليوم اصبح المواطن هاليوم الكرد ذاهبين الى قبة البرلمان وعندهم مرشحين 2 3 4 5، مجلس النواب راح يحسم مرشح رئاسة الجمهورية، هذا الموضوع انتهى. بعدها وين رايحين؟ رئيس وزراء. وين رايحين؟ رئيس وزراء ينتخبونه. اي وين وين وين؟ اطار لا اذا تم انتخاب اذا تم انتخاب رئيس الجمهورية من الديمقراطي سيكلف الكتلة الأكبر، كانت من الإطار أو من التيار، وربما ينسحب. إذا كانت من الإطار لن تحظى بالأغلبية، لأن هناك بحدود 185 نائبا ذول التحالف الثلاثي. من الأسماء أو فرحات يعني ما زال الكاظمي، ما زال العبادي، مطروح العبادي الظرف صعب، وشخصيات أخرى أيضا مو إذا اتفقوا التيار والإطار يرشحون شخصيتين بيناتهم ينتخبونهم. نعم. قد يكون الكاظمي والعبادي بينهم، أو سيد حميد الغزي. نعم. مرشح قوي جدا. نعم. أو عادل مهودر مرشح قوي جدا. نعم. أو شخصية أخرى خلف الكواليس لم تطرح. نعم. لكن التيار الصدر إذا ذهب وحده بس تيار صدر مختارها. نعم. سيرشح من وسطاط الإصلاح، أو قد يعني يسمع لشركائه في الوطن. نعم. الكرد والسنة يرغبون بالسيد الكاظمي، قد يختار السيد الكاظمي العلاقات الخارجية. نعم. المتميزة. ما عندكم إشكالية على السيد الكاظمي؟ لا عندهم إشكالية. أنا أروح اسمحي لي. لا لا بس خلينا نشوف إشكالية. ما عندكم إشكاليات خطوط حمراء يعني؟ والسيد الكاظمي؟ نعم. السيد الكاظمي من أكبر اللاءات الثلاثة التي طرحت. فيتو. ولا لدينا تحفظات على كبيرة. فيتو عليه يعني؟ فيتو. طبعا فيتو عليه. خلاص. هي واحدة من اللاءات.